وانا بتفرج على الماتش بتاع سان داونز وشباب بلوزداد، بلاقي ان لعيبه نص الملعب كل واحد فيهم قادر على الاستلام تحت ضغط، قادر على الترقيص، قادر على اللعب من لمسه واحده والتحرك بدون كوره، وبالتالي بتلاقيهم بيوصلوا لمرمى الخصم اكتر من 10 مرات. مظبوط. سهل جدا. مظبوط. وده شفناه حتى سان داونز امام الاهلي هنا وهناك كل مبارياته على فكرة. كل مباريات. وبالتالي اما بقعد افكر، اما اتفرجت على ماتش الزمالك وشباب بلوزداد كنا بنفقد الكوره الميس باس غير طبيعي، وكنا كاننا بنطفش ونرجع ندافع، تطفش ونرجع ندافع، بالزبط. تطفش، وكأنه حسسنا ان شباب بلوزداد فرقه تقيله. مظبوط. اما لعبت قدام سان داونز لا، حسينا ان احنا عندنا مشكله في نص الملعب، ان احنا عندنا مشكله. اهم حاجه، اهم لعيب كوره في نص ملعب يا كابتن اسلام، وانت كنت لعيب نص ملعب جامد وكنت باصير 10 على 10، هي ان انت تكون عندك قدره على الاستلام والتسلم والتحرك بدون كوره وعدم فقد الكوره بسهوله والضغط على الخصم. دي سمات نص ملعب البطل. مظبوط. او نص ملعب الفريق البطل. مظبوط. لكن الفريق اللي بيفقد الكوره بمنتهى السهوله وبيلاقي صعوبه في استعاده الكوره عنده مشكله كبيره، او البناء من الخلف للامام. مظبوط. او خلق فرص، لا دي مشكله. مظبوط. عمر ما هتلاقي فريق بطل كده. مظبوط. بص يا خالد، بص يا خالد، تعال نتفق ان اسهل حاجه في الكوره هي اصعب حاجه، اللي هي ايه؟ التسليم والتسلم. تمام. انت امتلكت لعيب بيعرف يستلم كويس ويسلم كويس، انت ما عندكش مشكله في الملعب دلوقتي خالص. وبالتالي اللي كان بيحصل في الفتره الاخيره مع فييرا هو كان تحس ان ما فيش جمل اللعيبه بتلعبها او تتمرن عليها في التدريبات، بدليل ان الكره لما تبقى موجوده مع نادي الزمالك ما فيش اي زياده هجوميه. دي نمره واحد. نمره اتنين، الكلمه اللي انا بقول عليها يا كابتن خالد، ان الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا في نص الملعب الثلاثه واضح جدا جدا ان القماشه واحده، ما فيش اي ابتكار. يعني 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 التسليم والتسلم ممكن يبقى موجود، ولكن مش مع زياده هجوميه، مش مع خلق مساحات، مش مع مكسب مساحات. نمره ثلاثة، وده الاهم يا خالد، ان كان البيلد ان عند نادي الزمالك او بنى الهجمه عند نادي الزمالك في مشكله. تعال نتفق، ان حسام وعبد المجيد والونش واحيانا المسلوسي هم لعيبه كوره وفوتبولر وكل حاجه، بس مش بناء هجمه. برافو عليك. زي مثلا كابتن اشرف قاسم، لا زي لا سامي الشيشيني، زي المجموعه اللي زي معتمد جمال. بالظبط، يعني بالظبط كده. كان لعيبه بتعرف تبني. بالظبط كده. واذا عبد الهادي كان لعيب كوره وبيطلع يعني يعني مدحت يجي في نمره 2 بس كان بيعرف يطلع بالكوره، مفيش مشكله، وبيشوط مفيش مشكله. فاذا كان عندك القماشه دي موجوده تحت، اللي هي حسام والمسلوسي والونش وموجودين بالامكانيات ديت، يبقى لازم التلاتة اللي موجودين في نص الملعب تقال جدا علشان يعني ايه يغطوا عليهم. انا نسيت واحد كمان جامد جدا. وائل قباني. ووائل طبعا طبعا طبعا، يعني احنا بنقول على سبيل المثال ده الحصر. وهيثم فاروق عشان ما حدش يزعل يعني. وبشير والله كان امكانياتهم، انا بتكلم كامكانياتهم، كان في لعيبه. بص بقى، تعالى في اقوياء جدا، لكن برضو كان عندهم كوره. ما احنا بنقول اهو يا خالد، يبقى حتى لو الخط الامامي او اول خط، حسام عبد المنعم اول خط ليك وحسام برضو، يعني احنا بنقول على سبيل الحصر، على سبيل المثال. كابتن ابراهيم يوسف طبعا بقى. لا كابتن ابراهيم مالناش دعوه بيه، ده في قصه، في ده الغزال يعني، رحمه الله عليه. الله يرحمه. فاذا كان عندك الخط اللي تحت كده يبقى لازم يتعوض باللي موجودين في نص الملعب، لكن كانت الدنيا مش واضحه قوي في نص الملعب، يعني كان الكره بتطلع بصعوبه قوي من تحت لنص الملعب، وبتطلع بصعوبه اكتر من نص الملعب لللاين فيرود اللي قدام، وبالتالي انت ما كانش ليك اي شكل هجومي خالص، بدليل اللي انا قلت لك عليه ان المعدل التهديفي لنادي الزمالك في البطولات الافريقيه والدوري العام مش كتير، يعني الزمالك لعب 4 5 6 ماتشات ويكسب 2-0، يلعب 4 5 6 ماتشات ويكسب 3-1، مفيش غزاره تهديفيه، مفيش حته البيلد ان بنى الهجمه ما كانتش موجوده. ده اللي هيودينا اسلام، يعني يمكن انا وانا بقعد افكر والله، وانا الحمد لله يعني بشكر مستشار مرتضى منصور لتواجدي في اللجنه الفنيه لفريق الكوره مع فطاح في الكوره يعني. طبعا. اما بقعد افكر اسلام، ايه اللي ممكن نعمله السنه الجايه لفريق الكوره، وايه النواقص اللي الزمالك محتاجها؟ بص يا خالد، انا اسف، انا قطع كلامك. انا نفسي، وانت عضو في اللجنه الفنيه وكل الكباتن بتوعنا، انا عايز اللعيب اللي يجي يلعب في نادي الزمالك اول ما يدخل باب النادي ينزل يسجد لربنا ركعتين شكر. ده اللعيب اللي هيخدم نادي الزمالك يا خالد. مش لعيب نادي الزمالك اللي انا لم له فلوس عشان يجي يلعب. لا. صح. لا، دي كانت غلطه كبيره جدا جدا جدا. بالظبط. لان انا يعني انا ما قعدت افكر كده على بعض الصفقات بدون ذكر اسماء، لا ممكن تلاقي مثلا صفقه كانت عندنا السنه اللي فاتت احسن من اللي جت. تمام. تمام. فما قعدت افكر، قعدت اقول زيك كده بالظبط. اولا الزمالك مش محتاج نوعيه من المدافعين اللي هم
قوي، البيلت والاقوياء بالظبط، لان عندي مظبوط، فاهم قصدي؟ عندي الاقوياء دول، وعندي اللي هو قدرات، وعندي الهيدرز، وعندي الفايتر عموما، الفايتر موجود. يبقى انا ناقصني ايه؟ ناقصني المدافع اللي بيعرف يبني هجمه من الخلف، لعيب الكوره. لان ليه؟ لان المدافع يا جماعه اللي بيبني هجمه من الخلف هيكون جزء مهم جدا في حل التكتل الدفاعي للفرقه اللي بتلعب قدامك. تمام. لان في النهايه لو انا عندي، انا لعيب مش ممسوك، مظبوط، في معظم الاحيان اللاعب اللي جاي من ورا، السيرد باك اللي جاي من ورا مش ممسوك، مظبوط. فلو عنده قدره انه يطلع بكوره، يطلع بكوره لغايه ما حد يخش عليه، هيبصيها، هيعرف يباصي، يعرف يستلم، يعرف يعدي، فاهم قصدي؟ ده هيحل لي جزء بالظبط. انا اقول لك حاجه، ربنا يشفيه ويديله الصحه وطولة العمر، برنس الكره المصريه اشرف قاسم. اظن موسم 95 96 كان هداف الدوري وهو بيلعب ليبرو، علشان كان فيه الحته دي بالظبط، ان هو كان بيقدر يلجع من تحت لفوق، هو فاضي خالص، يقدر يلعب على الجناب، يعمل اختراق من العمق، يجي وان وهو بيلعب ليبرو، راجل بيلعب مركز أربعة او خمسة. صحيح. فده الراجل اللي جاي من تحت، زي ما انت بتقول يا خالد، هو جاي فاضي خالص، نمره واحد، نمره اتنين جاي بوشه، نمره تلاتة يا سلام لو فوتبولر زي كابتن اشرف قاسم، هيعمل لك زيادات وهيحل لك تكتلات. لكن انت زي ما انت بتقول كده، حته ان انا ابقى لعيب ده كان زمان بقى، الكره اللي هي ايه، وينزل بدماغه على الارض ويطير في الهواء ويعمل بلاكور، الحاجات دي موجوده، بس خلاص بقى ادم عليها بالظبط. حتى كمان من ضمن الحاجات المهمه لاي فريق بطل هو رقم ستة ورقم ثمانية. تمام. رقم ستة وثمانية دول، ستة ما بقاش مواصفات اللي هو الضريب، الديفندر الاصلي، لا الديفندر الضريب وبتاع، لا ده 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 ديفندر بيقطع بالزبط، ويسلم ويشوط مظبوط، ويرقص ويباصي. صح. نمره اتنين، تمانية ده بيبقى الرايق. تمام. يعني زي فرجاني ساسي كده. تمام. يعني في لعيبه كده رايقه، يعني انا مثلا عندي في المصري لعيب اسمه الجلاصي، الياس الجلاصي، التونسي، تونسي، لعيب رايق في نص ملعب، بيستلم ما بيتخضش، محد يضغط عليها كابتن اسلام، ما بيتخضش، مزبوط، بيعرف يستلم، يباصي، عنده رؤيه، مزبوط. دي اللعيبه اللي الزمالك محتاجه، اللي مش اول ما تضغط عليا لا ما ينفعش، ما ينفعش. فالزمالك محتاج برضو اتنين لعيبه بالمواصفات دي في نص في نص الملعب. الاطراف كان عندنا نجاحات كبيره، انت عندك، كان عندك تخيل احمد سيد زيزو، اشرف بن شرقي، يعني في عز تألقهم. اشرف على فكره لو موجود دلوقتي ما ينجحش. ليه؟ لان اللعيبه دي عايزه نص ملعب تقيل. مظبوط. ليه؟ لانه مش هيعاني انه يجيب الكوره ويعمل هجمه، بيعدي من واحد واثنين وثلاثه بحلول فرديه، تقصد نص الملعب حلول فرديه بالظبط. ليه؟ بالزبط. لان انت هتوصل له الكوره طول بالزبط. الوقت واحد على واحد. انت عارف يا خالد، عارف احنا دايما ايه، بنقارن بين محمد صلاح ليفربول ومحمد صلاح المنتخب المصري. بالزبط. هو ده اللي انت بتقول عليه. ان محمد صلاح في ليفربول عنده بدل الحل 20 حل. لكن محمد صلاح لما بيجي هنا المنتخب المصري هو المنفذ، وهو المخترع، وهو المنهي للهجمه، وده مش هتلاقيه في لعيب كوره. بس على فكره مستواه ابتدى يتحسن. لا انا مش بتكلم لا انا بتكلم على فيتوريا، ابتدى يعني كان مؤثر قوي الماتشات اللي فاتت. باكد على المعلومه اللي انت بتقولها. لما يبقى عندي لعيبه في الثلث الاخير زي زيزو وبن شرقي، عايزين لعيبه نص الملعب بلاي ميكر، ان هو يقدر يحط له في الحته الفاضيه واروح، ان هو يقدر يسد عليه ويروح. برافو عليك. لكن مش زي زيزو. زيزو الفتره اللي فاتت انا مشفق جدا على زيزو. لان زيزو بيقولوا ايه، بنا ومقاول، عايز يجيب الكوره ويصنع الهجمه وهو اللي يفنش الهجمه.